أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أرض الخير والتي نقدمها لكم من داخل مدينة أسوان. طبعا احنا هنتكلم على محصول، احنا هنا نسيناه بتاتا في محافظة أسوان بالذات، منتشر كان أيام القدماء المصريين. واليوم هنتكلم عن محصول اللي هو من ضمن الأجناس الثلاثة للنخيل، اللي هو نخيل الدوم. طبعا نخيل الدوم ده لو قارناه برضو بالنخيل اللي هو العادي بتاعنا، النخيل البلح، حنلقاه بيتميز بالآتي. أول حاجة برضو بيتحمل درجة الحرارة العالية، ممكن يتحمل أكثر من 50 درجة مئوية. الحاجة الثانية بيتحمل الجفاف. برضو هنا بالنسبة لنخيل الدوم له فوائد كثيرة حنذكرها إن شاء الله. برضو بيستخدم في الطب الشعبي، في الأدوية برضو بيستخدموها في الصيدليات، بتخش برضو في الأدوية اللي هي اللي بتستخدم في الصيدليات. الحاجة الثانية طبعا ليه مزايا، برضو بيقاوم حشرة، أي أنواع حشرات ما بيصابش بيها زي النخيل. يعني النخيل عندنا بيصاب بسوسة النخيل، لا ده ما لو قارناه به ما بيصابش بسوسة النخيل. برضو النخيل بيصاب اللي هو النخيل البلدي بتاعنا اللي هو بتاع أسوان، أو أي نخيل تاني برضو خارج المحافظة بيصاب ببعض الحشرات وبعض الآفات، ولكن النخيل الدوم ده مقاوم للميزة بتاعته، مقاوم برضو للحشرات وللآفات. طبعا الأهمية الاقتصادية، أي محصول لازم لما نعوز نتكلم عنه لازم نذكر إيه الأهمية الاقتصادية بتاعته، يعني الفوائد بتاعته. الفوائد بتاعته قلنا من ضمن أول حاجة بيتحمل درجة الحرارة العالية أكثر من 50 درجة مئوية. الحاجة الثانية بيتحمل الجفاف. نمرة ثلاثة برضو بيقاوم حشرة النمل الأبيض، وبرضو كذلك حشرة سوسة النخيل. لو قارناه بالنخيل الثاني اللي هو البلدي بتاعنا هنلقاه بيصاب برضو بالحشرات اللي هي النمل الأبيض وبرضه في سوسة النخيل. الحاجة الثانية ما بيحتاجش برضه لعملية تلقيح يدوي زي النخيل بتاعنا، يعني التلقيح بيعتبر عن طريق الهواء على طول. ده بالنسبة للأهمية الاقتصادية بتاعت النخيل. احنا بننصح هنا بالتوسع لأنه اندثرت زراعة الدوم هنا. يعني المفروض احنا هنا نزرع الدوم في الأراضي الصحراوية لأنه بيتحمل برضو قلة المية، يعني ما بيعوزش مية كتير. ممكن نزرع في الأراضي اللي هي الملحية، ممكن يعني في جميع أنواع الأراضي ممكن تجود زراعة النخيل. الحاجة الثانية كان زمان طبعا أيام القدماء المصريين كان بيسموه باللغة الهيروغليفية باسم ماما، اللي هي الدوم بيسموها كان اسمه ماما أو اسمه كوكي. طبعا الله يرحمه الدكتور فتح حسين رحمة الله عليه طبعا علمنا برضو عن اللي هو زراعة النخيل والدوم، ودانا برضو دورات كثيرة عنه. خلي بالك ده بالنسبة للأهمية الاقتصادية.
هنتكلم على مكان انتشاره. بينتشر فين نخيل الدوم؟ هنلقاه بينتشر معظم زراعته في الوجه القبلي في محافظة قنا في منطقة اسمها دندرة، ومحافظة أسوان طبعا نمسكها من قرية اسمها قرية فارس وقرية الرقبة، وبرضو الجزيرة والحاجات دي كلها بينتشر زراعة الدوم فيها. دي أماكن الانتشار بتاعته. ده بالنسبة طيب عايزين نتكلم على مسافات الزراعة، الزرع على كام في كام الدوم؟ الدوم ممكن نزرع على 6 في 8 أو ممكن نزرع على 10 في 10. دي مسافات الزراعة. لو حبينا نزرع زي سياج خارجي كده يبقى بنزرع على 6 في 8. لو حبينا نزرع بقى كزراعة مثلا ثابتة ونحمل عليها بعض المحاصيل هنزرع على 10 في 10. ده بالنسبة لمسافات الزراعة. طبعا احنا هنا بنتكلم برضو عن طريقة التكاثر. طريقة التكاثر في الدوم يتكاثر بالبذرة. طبعا عشان احنا نزرع البذرة هنا بتكون نسبة الانبات فيها او المدة بتاعت عشان تنبت فيها البذرة مدة طويلة، عشان خاطر الدوم ده الثمرة بتاعته او الغطاء بتاع بعد ما بناخد منه الثمرة الغطاء خشبي. طبعا هنا عشان خشب خلي بالك، هنا بنعمل ازاي؟ بنعمل له عملية نحطه في خيش ونحطه في مية جارية، نحطه لمدة 15 يوم وبعد كده نقوم تكون لانة القشرة الخارجية اللي هي المنطقة الخشب دي، بعد كده بنروح نزرعه. أنا عملت طريقة وجربتها الحمد لله ويمكن نجحت. وطبعا زي ما يقول في ناس يقول لك ده بياخد سنة حقاشت تنبت البذرة، لا أنا جربتها والحمد لله، وعاوز الناس كلها تجربها برضو وتزرع الدوم. بنجيب الدوم وبعد لما نجيبه ونحطه في الخيش ونخليه في المية، مية جارية تكون مش تكون مية راكدة يعني. بعد 15 يوم أجيب العظم بتاع الدوم ده وأجيب الرملة، وده أنا جربتها فعلا وبعد 15 يوم نبت معايا. أجيب الرملة وأروح خط الخيش هو لين بالدوم واروح مغطيه بالرمله واسقيه كل 3 4 ايام، 15 يوم ينبت على طول. طيب بعد ما نبت هنعمل ازاي؟ لعلمك بالنسبه للدوم الجذر شديد جدا بيطلع بسرعه. عندما خلاص طلع الجذر المفروض انا اول ما ينبت الثمره يبقى في اللحظه دي اعمل ازاي؟ اروح جايب الكيس عندي ويا ريت ازرع في تكون فيه رمله نسبه رمله اكثر من الطمي. يعني انا بجيب رمله وطمي واحطها في الكيس واروح زارع فيها اللي هي الدومه بعد ما تنبت، اهم حاجه تكون نبتت، واروح ازرع فيها الدومه وارويها. بعد كده بقى ايه تقوم مطلع على ايه ورقتين، او اول حاجه بتروح منبته وتروح مطلع ورقتين. هنا يفضل بقى في الزراعه هنا برضو عشان برضو الناس تخلي بالها برضو ما زرعهاش في كيس صغير عشان الجذر بتاعها قوي جدا. اجيب اكياس كبيره او براميل اللي هي بتاع 80 سنتي او 70 سنتي او كيس يكون كيس نايل يكون كان كبير اللي هو الكياس السوداء دي، ودي بقى عشان يبقى كده زرعت فيها البذره وارويها. بعد كده هحطها في المشتل. طبعا اول ما اضمن انها خلاص نجحت ممكن انقلها للارض المستديمه. نقلتها للارض المستديمه وابشرها بالري. طبعا هو هنا الدوم قلنا ما بيحتاجش ميه كثيره، حساس للميه الكثيره، ولذلك احنا قلنا في الاهميه الاقتصاديه هنا انه من مميزاته انه بيتحمل درجه الحراره العاليه وتحمل الجفاف والعطش، يعني بعد كده بيتحمل العطش عادي. ولذلك انا انصح
جميع المزارعين اللي مزارعين في قرية في النجرة أو في غرب النيل إنه يزرعوا الدوم، لأن إحنا طبعا دلوقتي لو لاحظنا الدوم غالي جدا، يمكن الكيلو يطلع بتاع 60 70 جنيه بالنسبة لكيلو الدوم. طب الحاجة الثانية برضو قلنا من ميزته إنه مقاوم للأمراض، يعني مش هتعب ولا هقول والله عايز أعالج ولا ده ولا ده. الحاجة الثانية طبعا إحنا المية هنا بتبقى فيه برضو عجز في المية، يبقى كده أنا برضو ريحت نفسي مش هيحتاج مية كتير. يبقى يرجع تاني زي ما كانوا بيزرعوا القدماء المصريين، نزرع موضوع الدوم ده. دي نصيحة طبعا لكل المزارعين اللي هم بيزرعوا في الأراضي الصحراوية. طبعا قلنا الظروف الملائمة لمحصول الدوم اللي هو بينفع في الأراضي، ينفع في الجو الحر اللي هو درجة الحرارة لو أكثر من 50 درجة ينفع فيها. الحاجة الثانية بيلائم الجو الجاف، ده بالنسبة للظروف إيه الملائمة بتاعته. أنواع هنا النخيل، هنا في عندي 3 أنواع للنخيل من ضمن الأجناس اللي هو نخيل الدوم ده نمرة 1، نمرة 2 اللي هو البلح اللي هو التمر. في نخل تاني اسمه نخل العرجون، العرجون ده زيه زي اللي هو نخيل اللي هو الدوم، بس ما بيتفرعش. الدوم بيتفرع بعد مسافة مترين، بعد مترين يدي فرعين، الفرعين كل فرع يدي فرعين، يديني علامة رقم 7، يعني معناها دي علامة النصر. علامة النصر دي يعني ايه؟ يعني معناها الدوم كده انتصر على الظروف الجوية ودرجة الحرارة دي. ده بالنسبة للدوم. طبعا لو تكلمنا على الوصف النباتي للدوم، انه قلنا شجرة بتبدأ التفريع بتاعها بعد مترين بتكون مستقيمة، وبعد مترين تبدأ التفريع بتاعها، يبقى التفريع بتاعها بعد مترين فأزيد. طيب الأوراق بتاعت الدوم، طبعا جايز في ناس بتعرفش الدوم، لكن عندنا في أسوان هنا عارفين الدوم. الأوراق تعتبر مروحية، يعني زي المروحة، خلي بالك. النصل بتاع الورقة طويل، يكون تقريبا بتاع متر، ده بالنسبة للنصل بتاع الورقة. استخداماته قلنا استخداماته في الطب الشعبي، وطبعا ممكن بيقول لك في علاج التوتر، علاج ضغط الدم، علاج اللي هو السكر، خلي بالك. بيستخدموه كايه؟ طبعا بيجيبوا اللي هو الثمرة نفسها يا إما مجروشة يا إما مطحونة، وبيستخدمها طبعا يا إما بالغلي يا إما بإيه، بتتخطى في مية خلي بالك وتشرب على البارد. الدوم بيزهر في شهر مايو، تزهير بتاع الدوم في شهر مايو. بياخد قد إيه بقى حقاش نجمع المحصول؟ بياخد سنة، يعني زهر في مايو هنجمعه برضه في شهر إيه؟ في شهر مايو، يعني 12 شهر. ده بالنسبة لإيه؟
ميعاد التزهير والجمع. طب هنا بالنسبه يبتدي امتى الدوم؟ يتكون من شهر اكتوبر، من شهر اكتوبر يبتدي، لكن التزهير قلنا في شهر ايه؟ مايو. نجمع في شهر مايو يعني بعد سنه كامله. بعد ما بنجمع الدوم بنخطه برضه في منشر عشان يجف، وبعد كده بيروح بقى اذا كان فيه مطحن او كلام زي كده. ده بالنسبه لايه؟ وقلنا طبعا التكاثر بيتكاثر بالبذره، وممكن خلي بالك بالنسبه للتكاثر حاجه اسمها التكاثر التلقائي. ايه التكاثر التلقائي؟ التكاثر التلقائي ده معناها لو في عند شجر الدوم وانثى يعني. طبعا هنا احنا بنقول برضو عشان ما ننساش، الدوم يعتبر احادي المسكن، يعتبر احادي الجنس، احادي الجنس ثنائي المسكن. ايه معنى كلمه احادي الجنس ثنائي المسكن برضه عشان نبقى عارفينها؟ احادي الجنس يعني احنا نلقى النخل الذكر لوحديها والانثى لوحديها، دي احادي الجنس. ثنائي المسكن يعني معنى كده بتتم عمليه التلقيح بعد كده عن طريق، ما يتمش عن طريق اليدوي، يتم عن طريق ايه؟ عن طريق الهواء، غير النخيل البلح. نخيل البلح بيتم عن الطريق اليدوي. ده بالنسبه لايه؟ للتلقيح. وتكلمنا طبعا عن مسافات الزراعه، برضو عايزين نتكلم عنها. من ضمن العمليات الزراعيه ازاي نزرع الدوم؟ بنعمل اول حاجه بنسوي الارض تسويه كويسه كده بعد الحراث، حرتتين متعامدتين، ونسوي الارض، وبعد كده نعمل الايه؟ الحفر. الحفره دي بتكون في حدود 70 ل 80 سنتي، واخط لها برضو زيها زي النخيل سماد عضوي والسماد كيماوي، بخط لها بتاع 4 مقاطف سماد عضوي متحلل مع 2 كيلو سماد ازوتي مع كيلو سوبر فوسفات مع نص كيلو بوتاسيوم. دي بنخلطها في قبل لا نزرع الايه؟ الدوم. طبعا احنا هنا بالنسبه تعودنا في محافظه اسوان ما حدش بيعمل الحاجات دي، بس انا لو عملت الحاجات دي رح تديني محصول كويس. المحصول بتاعه هنتكلم على كميه المحصول، بيدينا المحصول شجره الدوم ممكن تديك لغايه 200 كيلو 200 كيلو ثمر. ده بالنسبه لكميه المحصول. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء، وحلقة جديدة من أرض الخير.